ومكروه وتشجيعا لأبنائه. حرص سمو الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان آل نهيان على الحضور على المتابعة برفقة والده حفظه الله ومتابعة الأبطال الأشبال. هنا المتابعة اليوم توقع المتابعة عبر قناة ياس أعلى مشاهدة أعلى مشاهدة. الأخو يتابع، ربيع يتابع، الأخت تتابع، ربيعة تتابع، الأم تتابع وتدعي، الأبو يتابع ويدعي، وكل يشوف هذا ولدي راكب والله، وشاف الشيخ سلطان وحياه، وهذا ولدي راكب وشاف الشيخ طحنون وحياه، وعلق عليه نايف. لكن ما هو بس نايف المعلق الوحيد في الوثبة، هنالك الأكفاء الأفضل الأوفياء الرفقاء دائما. من يتواصل بالتعليق الآن؟ سالم الحبسي، حمدان الجحافي، راشد الزرعي، وهنالك عبد الله الوهيبي، وأيضا الغائبين اللي ما قدروا يصلوا، هنالك عايش الشمري ورفاقه الأوفية وعبد الله العمدة ما ننساه. روح يا راشد. التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، بتجدد انطلاقاتنا سابع أشواطية هذا المساء الجميل. ينطلق في المركاض التراثي، في المركاض الممتع مع المبدعين الركبية الذين يقدمون إبداعاتهم وتميزهم وانطلاقهم وتراثهم اللي مخلف عليهم. ينطلق هذا الشوط وأسير مباشرة إلى المركز الأول، إلى الصدارة. أجد علي بن سهيل بن علي بن حميدان الفلاسي يمتطي مياس ويتقدم مع المركز الأول، بينما عبد الله بن أحمد بن سالم العفاري يقدم لنا عجيب عجيب هذا الركوب عجيب. أنطلق إلى المركز الثالث وأجد القدوم، أجد المتسلل اللي وصل في هذه اللحظات، حمد بن محمد بن قنازل العامري يقدم الطاير، يقدم الطاير، يتقدم طائرا في سماء الإبداع، طائرا في سماء التميز. ولكن القادم سعيد بن جاسم بن محمد بن عمير الراشدي، الله الله، يقدم سوقه ويمتطي سوقه لينطلق بأمال وطموح ودعوات أهالي مقافة يتابعونك الراشدي. ركز كل التركيز وهدي أعصابك وتقبض وتابع الأسماء اللي خلفك، تابع هنا بكل ذكاء. المركز الثاني يصل في هذه اللحظات، حمد بن محمد بن قنازل العامري يتقدم بن قنازل على المركز الثاني على ظهر الطاير. المركز الثالث شوفوا للقادم، شوفوا للمتحرك، ولكن يا جماعة من بعد هذا الاسم بعود إلى سوقه. إذن المركز الثالث محمد بن علي بن سعيد الخاطري، ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن على سوقه وعلى ركب سوقه وعلى أداءه وعلى انطلاقاته المتميزة. هذا الركوب ولا فلا، هذا التميز ولا فلا، الانطلاق الأخير والتحدي الجميل. هناك في السباق الماضي محقق إنجاز ويحقق الإنجاز ويكرر الإنجاز. هناك سعيد بن جاسم بن محمد بن عمير الراشدي، سلام العين على هذا الفوز والانتصار المستحق والجميل. المركز الثاني هذا هو محمد بن علي بن سعيد الخاطري على ظهر شاهين. المركز الثالث كان حاضرا.
هناك سليم بن سالم بن حمد الأسود العامري مع سراب والمركز الرابع بأيضا انطلاقة وتحديات حمد بن محمد بن قنازل العامري، وخامس المراكز وصل فيه هناك مولع مع أيضا مطر بن عبد الله بن مطر بن عمير الخاطري. ما شاء الله، اذا اداء مميز، انطلاقه جميله رائعه للقايه، حيث ابناء مغافه ابناء مدينه الخضره والجمال مدينه العين يحققون هذا الفوز والانتصار الجميل على ظهر سوق اللي انتزعت هذا الناموس بكل قوه وجداره. 4:44 وجزءا واحدا من الثانيه. تهانينا لسعيد بن جاسم بن محمد بن عمير راشدي على هذا الفوز وفوز سوق بالمركز الأول. المركز الثاني وأيضا لمحمد بن علي بن عمير الراشود الراشدي، الناموس له، الناموس يا أبو سالم على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 4:48.8 من الثانية من حقق المركز الثاني وكان حاضرا بهذا الأداء الجميل. هناك مع ايضا المركز الثاني اللي وصل وحقق المركز الثاني بهذا الانطلاق الجميل محمد بن علي بن سعيد الخاطري، قدم لنا شاهين. المركز الثالث 4 دقائق. هناك كان مع المركز الرابع اللي حصل على المركز الرابع كان سليم بن سالم بن حمد الاسود العام.